تونسي لكل تونسي، وتونس فوق الاعتبارات الضرطية أو الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء، ومصلحة تونس فوق كل الاعتبارات. المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر. النص الدستوري واضح، فليكن الجميع في مستوى المرحلة، في مستوى هذه اللحظة التاريخية. من يريد أن يصنع التاريخ من جديد للشعب التونسي فالأبواب مفتوحة أمامه. هذا ما ينتظره الشعب، ولن نترك تونس تتقاذفها المواقف أو تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية. بطبيعة الحال لقاءنا بسيادة رئيس الجمهورية هذا المساء يندرج في إطار التطورات السياسية في اللحظات الأخيرة. أنا نقول أن الديمقراطية معناها هي مسؤولية، وكذلك نحن احترمنا إرادة الشعب واحترمنا مؤسسات المنتخبة مباشرة من الشعب محمولا عليها، فهمني، على مسؤوليتها أخلاقيا وسياسيا أني بشتمل الفراغات وتجاوب كما وعد قلت في عديد المرات على القضايا الحرقة. اليوم تونس ليست رهينة لأي حزب سياسي لمقررات مؤسساته، الكل معناها يتعايش بسلام، الكل له حقوق وله واجبات تجاه هذه البلاد. من أبديجيات من الحقوق نتاعو اليوم أنه البلاد في حالة انتظار وفي حالة عطالة اللي عندها مدة طويلة. اليوم حذاري كذلك في تأويلات الدستور، هناك عديد التأويلات معناها خوفي أن ماناش ناقصين باش ندخلوا في مطبات دستورية وقانونية وفي مناكفات. اليوم اللي المسؤولية لابد أن تحدد، وكل طرف لابد أن يتحمل مسؤوليته. المنظمات الوطنية اليوم راهي مكون من المكونات الأساسية في بناء الدولة، وراو نعاود نقولها كل حد مش يتحمل مسؤوليته. وأنا حذرت في عديد المناسبات رسائل للشعب التونسي ونقول له يا شعب الأمانة بين يديك والإرادة تبقى إرادة شعبية صرفة. قبلنا مع السيد رئيس الجمهورية، الوضع اليوم صعب وصعب جدا في البلاد، والمنظمات الوطنية، اتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد صناعة وتجارة كانوا قاموا بدورهم في استقلال هذه البلاد، وقاموا بدورهم زادة في وضعية حرجة في سنة 2013 في نطاق الحوار الوطني. اليوم وصلنا في مأزق في تشكيل هالحكومة، وسنقوم بدورنا، دورنا الوطني، دورنا النقابي، دورنا الاقتصادي والاجتماعي، باش ما نخليوش البلاد هذه في فراغ، وباش نساندوا حكومة كفاءات وطنية تقوم بالدور اللي الوطني باش تخرج البلاد من الوضعية الصعيبة اللي هي فيها. احنا نداء للسياسيين، انتوما انتخبوكم صحيح، لكن انتخبوكم باش تنجحوا هالبلاد، واحنا رانا شركة مع بعضنا ورانا ملاكة، ماناش كل راي، ما تحسبوش وحدكم ما كنتوش باش ترقاو الحساب اللي ناويين ترقاوه. شكرا، ان شاء الله تونس اهم من كل ما الاحزاب، واحنا باش نقفوا لها، وان شاء الله تونس بخير، والشعب التونسي ينجم يعمل على المنظمات الوطنيه ويعمل على رئاسه الجمهوريه وكذلك على الدستور التونسي.